المواد الموجوده فيه، مثل هذا يكون فيه مغنيسيوم تمام، ايرون او حديد، شفت تغير زي مثلا زي هذه شقوق راسيه، اصل الطبقات سدع بس هذه شقوق زي راسية. هذه شوف من هنا اي، فاللون هذا جاي طالب. انت ما شفت هنا طيب اشجار في الخارجه، لقيت منطقه كانك على الشاطئ الماء موجات الماء بالضبط طبيعيه، اي تشوف الرمل يزيد وحبيباته تكبر كانك ابد على منطقه الامواج. اصفر الى اخضر، هذا يسمى الشيل البيدز، الشيل بيدز، الشيل بيدز هي الترسبات ذلك البحر العظيم الذي كان يغطي هذه المنطقه. الشيل بيدز سبب اللون الموجود هنا في وجود المواد العضويه به بشكل كبير جدا. وجود مواد عضويه يعني نسبه اشعاع مرتفعه اما يورانيوم او ثيريوم. لو شفنا هذه البيدز او هذه التطبقات لوجدنا ان نسبه اليورانيوم فيها تقريبا 0.4%، اما الثيريوم فهو يتجاوز 21%. منجور المناطق تقريبا اللي بها انهار اللي بالجيولوجيا سوى كل عمليات الجيولوجيا، كل عمليات الجيولوجيا يعني. وهذه بداية البيئة النهرية اللي جابت الرمل هذا الكبير. الدمام عايش قال كلامك صحيح، أنا قريت من كتب الرحالة فيلم يقول إن اللحوم الطلح نوعين بس، إحنا عندنا أكثر من 15 نوع أكاسيا، السودان فيها 3 أنواع أكاسيا تلاحظ، 1600 متر تدخل بها الترين، تفصل بين العلم والمعرفة الحقيقية. ملعب والحمد لله ما نولى أنا إلا سنة ونص بادي الآن في قصيبة، في الجال الشرقي من قصيبة، حيث المتكونات الجيولوجية المتكشفة والمنكشفة لمن يريد أن يطبق ما درسه نظرياً على أرض الواقع. هذا غير أن متكون قصيبة والقليبة هو متكون الغاز والنفط في المملكة العربية السعودية. البترول الموجود في المنطقة الشرقية هو الطبقات الأرضية العميقة في المنطقة الشرقية وفي الربع الخالي هي من متكون قصيبة المنكشف الآن. نفس الطبقات الطينية الموجودة هنا هي موجودة أسفل الأرض بمئات الأقدام وآلاف الأقدام في المنطقة الشرقية. انظروا الآن احنا في الجال الشرقي نرى عصور جيولوجية مختلفة، نرى رمال مغطيها أكسيد الحديد، انظروا هذه الجمال، نرى طين، عصور طينية قديمة قبل ما يوم كان النهر يغطي الماء العذب يغطي الجزيرة يغطي المنطقة هذه منطقة قصيبة، والمنطقة هذه كلها هذا المتكون المنخفض، لأن قصيبة فيها حصل فيها في حركة الأرض من الارتفاع والانخفاض حصل في هذا الانخفاض القوي وكشف لنا هذا المتكشفات الجيولوجية، وأبقى لنا هذه اللوحات الرائعة. أنا أطالب طلاب الجامعات والمدرسين في مدارسنا أن يأتوا بالطلاب إلى هذا المكان يشرحوا لهم كل متكشف هنا. فيه صخر ليموني لايم ستون، وفيه ساند ستون، وفيه عصر قبل تكون الرمال، وفيه لما تكونت الرمال، كلها متكشفة على طبقة واحدة تراها رائية العين، وفيها كاسيد الحديد، وفيها صخور جيرية أيضا كلها موجودة، فيها متحجرات طبعا بحرية قديمة، وفيها صخور متحجرات أشجار كلها في هذه المنطقة في جال قصيبة الشرقي.